قصص النبي المصطفى حلو جميل، فيه المواعظ والهدى أدب أصيل. من كل زهر ناضر ثمر ذليل، قول فصيح واضح حكم تسيل. ماذا ستحكي لنا الليلة يا عم؟ سأحكي لكم قصة عن قطة عذبتها امرأة حتى ماتت. ماتت؟ نعم ماتت. لماذا تصنع هذه المرأة هكذا؟ لأنها قاسية القلب ولا تشعر بأن الحيوان له شعور وله حس كبني آدم. يا لقسوة قلبها، ألا تتقي الله في هذه القطة المسكينة؟ هذا لنعلم أن خلق الله لهم علينا حق مهما كانت صغيرة أو حقيرة. اروي لنا هذه القصة يا عم. كان في من كان قبلكم امرأة قاسية القلب، وكانت عندها قطة. يا له من غذاء لذيذ ولحم شهي. ابتعدي أيتها القطة، فأنا لا أريد إزعاجا على الطعام حتى أستمتع بهذا الطعام اللذيذ. اذهبي من هنا أيتها القطة القبيحة. أيتها القطة اللعينة، سوف أريك ماذا سأفعل بك. تعالي تعالي لتأكلي وسوف أرتاح منك إلى الأبد. لقد تمكنت منك أيتها المزعجة، ولن تتمكني من إزعاجي بعد اليوم. لحم لذيذ، طعام شهي. سوف أؤدبك أيتها المزعجة. لقد أصبحت مؤدبة وسكتت ولم أسمع لك صوتا أبدا. لقد مت أيتها اللعينة. لقد ماتت اللعينة. يا لقسوة قلبها، إنها ظالمة حقا. صدقتم يا أبنائي، نعم إنها كذلك. ولكن ماذا حدث بعد ذلك، وما هو جزاؤها؟ كان جزاؤها من جنس عملها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. قصص النبي المصطفى حلو جميل، فيه المواعظ والهدى أدب أصيل. من كل زهر ناضر ثمر ذليل، قول فصيح واضح حكم تسيل. رجل سقى كلبا فنال ثوابه، واستوجب الغفران من رب الجميل. وثلاثة بالغار ناموا